الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وعليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شوط الرحمن في هذا الفيديو. القصة بتاعت لو نيجي تاني في الستنس، احنا بصينا على الحتة بتاعت المودريشن في الستنس بس عشان كانت مربوطة بالبندنج مسجز. انا اجي هنا في المودريشن والغي القصة بتاعت المودريشن دي خالص، تمام؟ عشان بس هي ما لان عشان انت في كسكيورتي انا ممكن تقول تعمل دي نون ممبرز، تمام؟ بس خلني ايه تيست 3 اخليها مفتوح. في الايميل اوبشنز هنا سبجكت بريفكس، يعني التكست ده اللي انت هتكتبه هنا ويل بي ادد للسبجكت لاين في الايميل نوتيفيكيشنز لاي مسج هتبعت للجروب دي. يعني اي حد الراجل مثلا لو بره او حتى لو واحد جوين الجروب يعني يجي يبعت للجروب دي، الكلمه اللي انت هترميها هنا هتنضاف للسبجكت. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت هنا وقلت له نيو مسج، اللي هيتكتب هنا مثلا ايه هالو ده السبجكت، تمام؟ لو انا عايز اضيف اي كلمه للجروب، اي كلمه للسبجكت ده تنضاف لو اي حد جابت له جروب ممكن اكتبها هنا، تمام؟ هو بقول لك كام نوت هنا، بقول لك وي ريكومند سراوندنج البريفكس ده ب الاقواس دي. اجي هنا مثلا اقول ايه، اقول دي اي تي سيري مثلا، اي حاجه اي ثينج، تمام؟ سيبها فاضيه. لو انت مش عايز بريفكس كليك ذس اكزامبل اي حاجه ات، تمام؟ اي ام سوري اي تي اسم الجروب يعني اي تي سيكريت، تمام؟ الميل فوتر انكلود ديفولت جروبس فوتر، ولا انت عايز تاد كاستم فوتر؟ يعني انت عايز تكتب حاجه تظهر في اخر البوست اللي بتبعت له الجروب او الميل اللي بتبعت له الجروب، مثلا فوتر اي حاجه، تمام؟ يعني في اخر الجروب، في اخر الميل خلاص بتبعت له الجروب يظهر عند الممبرز في الاخر خلاص كده ايه كلمه فوتر دي او اي فوتر انت عايز تعمله. يعني الفوتر ده ممكن تكتبه اتش تي ام ال كود، تمام؟ اوتو ريبلاي ده بقول ايه؟ انت الاوتو ريبلاي يعني الرد من غير ما ترد، يعني اوتوماتيك. اوتوماتيك يعني من الاخر كده خلينا نتستاهل عشان نشوفها مع بعض. لو انا عايز الناس اللي جوه الجروب سوري ممبرز اللي جوه الاورجنايزيشن لما يجي يبعتوا للجروب دي يترد عليهم باوتو ريبلاي. بمعنى انا هاجي هنا اقول له ايه؟ انيبل اوتو ريبلاي مسجز for members inside the organization، تمام؟ اقول له مثلا ايه، تعالى نشوفها مع بعض عشان تتفهم. you are inside organization، اي حد جوه الاورجنايزيشن لما يجي يبعت للجروب دي هيترد عليه على طول. زي ما انت مثلا تبعت جوب ات اسم الكومباني هتلاقيه رد عليك ايه على طول، ويلكم تو مش عارف ايه وثانك يو وكده يعني، والميل بتاعك ويل بي بروسيسد وكده. انت ممكن تعملها من هنا وبرضه موجوده في الاكستشن اوفيس اونلاين، تمام؟ انا ممكن اجي هنا بالنسبه للجروب دي واقول له ايه انيبل اوتو ريبلاي، اي حد جوه الاورجنايزيشن جاي يبعت للجروب دي رد عليه بالحته دي، تمام؟ بوست ريبلايز، ريبلايز تو بوست كان بي سنت تو ا كاستم ميل. لما حد يحب يريبلاي على ميل يبعت له الجروب يتبعت لمين؟ يريبلاي لمين؟ لكل الجروب بيعمل ريبلاي، الريبلاي يتبعت للجروب كلها ولا للاونر ولا تو ذا مانجرز ولا مين؟ خلينا نبعته للاونر. اقول لك ايه؟ انتير جروب. لما تيجي تريبلاي على جروب ريبلاي للناس كلها، تمام؟ احنا وقتها هنتست كام حاجه؟ السبجكت بريفكس اللي هنضاف مع السبجكت هنا، والفوتر اللي هنضاف في اخر اي رساله مبعوثه للجروب دي، والاوتو ريبلاي ان اي حد جوه الاورجنايزيشن يترد عليه بالاوتو ريبلاي ده، ولما حد يعمل ريبلاي للجروب تتبعت لكل الناس اللي في الجروب. احنا هنتست مرتين، اقول له سيف كده، سيف بقى خلص، سيف خلاص، سيف سيفنج، المفروض كده الداتا سيفت، كده الداتا سيفت، تمام؟ حلو. انا اجي هنا واقول له ريفرش. الراجل ده بره الاورجنايزيشن فالطبيعي ان هو يسالني على ايه؟ هيضيف دي ودي، والاوتو ريبلاي مش هيرد بيها لان الراجل ده
outside الاورجنايزيشن outside، ولو جه يعمل ريبلاي هيرد على الجروب كله. هنقول له نيو مسج اي تي ات مستر رزق، اقول له دي ايه، خلينا نسميها ايميل اوبشن تي اي او ان باسم التست اللي احنا بنعمله تي اي او ان، نسند كده وانا توصل هنا عادي. انا شلت اوس اهو اي تي سيكريت، انضافت از بريفكس لدي، وكلمه فوتر اهي انضافت اهي. تمام. طيب الراجل ده انا مش هلاقي عنده في الانبوكس ولا في الجونك اي حاجه، طبعا دي بتاعه المودريشن اللي كانت قبل كده، مش هلاقي اي حاجه ايه اوتو ريبلاي. طيب امتى بقى الاقي اوتو ريبلاي؟ لو اي اكس ده مين ده؟ اي اكس 1، اي اكس 1 لو جاي هنا يبعت لاي تي ريبلاي مثلا، او مفيش حد يفتكر عشان بكتب اوتو ريبلاي فبيوتو ريبلاي، بس عشان نعلمها بس يعني. فالراجل ده جوه الاورجنايزيشن، فالمفروض يعمل ايه؟ المفروض يجي هنا هيضيف ده في السبجكت وده في الفوتر وهيرد عليه بدي، ولو جه يعمل ريبلاي هيريبلاي على الاورجنايزيشن كلها. يعني لو جيت هنا قلت له ابعت، هي هتوصل للناس عادي، ادي اوتو ريبلاي. لو جيت هنا عند احمد اهي وصلت لايه رزقه اهي اي تي سيكريت اوتو ريبلاي والفوتر منضاف. تعال بص بقى على الاي تي ده، المفروض يجي له هنا في ال... جت في الاسبام، جت في الاسبام اهو، ده الاوتو ريبلاي اللي احنا كنا عاملينه صح. يو ار انسايد اورجانيزيشن، حلو كده. طيب كويس قوي. اسم الميل اللي بعت منه اي تي بلس نو ريبلاي، ده بري كونفيجرد ميل ادرس الجي سويت هو اللي عامله. تمام. طيب دي لو انا عايز يبقى في اوتر بلاي من الجروب دي. تمام. طبعا لا مش دي، طبعا انا ممكن امانج اخليه يعمل اوتر بلاي لمين؟ الناس اللي بره الاورجنايزيشن بس. يعني ممكن اكت ده كده واجي هنا على الناس اللي بره الاورجنايزيشن، احنا عشان تستاهل يعني مره واحده وخلاص. يو ار اوتسايد اورجنايزيشن، اوتسايد اورجنايزيشن، فاي حد بره الاورجنايزيشن يبعت لها هي تبعت له ايه الكلام ده، يو ار ويلكم. تمام. حلو قوي. اقول له ايه؟ اقول له سيف. طبعا كل دي كاستمايز اوبشنز، انت ممكن تعمل ايدنتيتي ريكوايرد فورمز فور ايدنتيتي، بيقول لك الاكزيستنج ممبرز هيكونوا قادرين ان هم يبعتوا يعني ايميلات يوزنج ذير اكزيستنج ممبر شيب سيتنس. بيقول لك ايه؟ انت ممكن ديسبلاي البروفايل نيم اونلي بتاع الجروب دي. طبعا احنا مش عايزين نلعب في دي يعني، خليها زي ما هي مش قضيه. الحته اللي احنا ممكن نلعب فيها ان كل ديسبلاي نيم وكل ايميل ادرس يكون ايه؟ ماست بي يونيك. تمام. ده اب تو يعني مودريشن عملناها الحمد لله المره اللي فاتت. تاجز مفيش تاجز معمول هنا دلوقتي. لو جيت اقول له انيبل تاج يوزرز ماست انتر ات ليست وان تاج عشان يبعت يعني للجروب، انا ممكن اقوم كاتب هنا ايه اي تي اي حاجه اقول له اد تاج. يعني دي حاجه مش هفيدني في حاجه يعني، انا ايه ما نعملش موضوع التاج ده عشان من ايش الناس. كاتيجوريز ار كانتري ديسابلد، ممكن انيبل الكاتيجوري دي من هنا، هقدر ايه اكون قادر ان اكريت كاتيجوري واديت في الكاتيجوري سيتنس اللي انا عايز اعملها. يعني الكاتيجوري ممكن اد نيو كاتيجوري جروب او اد نيو كاتيجوري، شويه حاجات كاستمايز كده مش هتفيدنا، خلينا في الحاجات المفيده لل ادمنستريشن. لو جيت انا في البيزك بيرميشنز، مين اللي يقدر يفيو التوبكس؟ يقدر يبوست، طبعا كل الناس تقدر تبوست، حتى لو anyone on the web ممكن اشيلها دي خالص، اخلي واحد زي ده مثلا ما يبعتش للجروب. يقدر يجوين الجروب سيلكت هو كان جوين، احنا كنا عملناها دي واحنا بنكريت الجروب اصلا. anyone can ask ان هو يجوين الجروب. allow new users not in Mr. Rizk، ان هم ايه external users. تمام. زي ايه رزق مثلا اللي هو على الجيميل،
بوستنج بيرميشنز، مين اللي يقدر يبوست. نفس الكلام برضو انت تحدد مين اللي يقدر يبوست، المودريشن والحاجات دي. بوست از ذا جروب، ان هو يعمل ايه، يقدر يبعت از جروب. بمعنى لو انا خليت دي الاونر مثلا، تمام، وقلت له سيف، انا اقدر اجي من احمد از اونر يعني وريفرش كده، هنقول ان الجروب دي انا ببعت لها. انا ممكن ابعت بقى والرد يكون كأن الجروب اللي بعت. بمعنى خلينا نجي هنا ايه، بوست از جروب دي خلينا نشيلها كده واقول له سيف. هاجي من هنا اقوم بعت ميل دي سند، هيوصل هنا ايه عادي، ميل عادي واصل للناس، تمام، هيوصل فاضي. حلو، وصل اهو. لو انا جيت اقول له ريبلاي وقلت له مثلا ايه هاي سند، يلا ها بس ما توصلش في الاسبان لونكي لسه ما وصلش، هنشوف اذر لسه ما وصلش. ماشي خلينا نستنى عليها شويه. سنت دي المفروض هي بعتت، هي لا سوري انا عملت ريبلاي على الجروب، سوري هي هنا دي لعبوته، بقول له ريبلاي. هتريبلاي لمين انا؟ خلينا نعدل بس الحته بتاعت الريبلاي. انا جيت بس من الايميل اوبشنز عشان اعدل بس الحته بتاعت الريبلاي دي. لما حد يجي ريبلاي على ميل مبعوث لي جروب هيرد على الاوثر بتاع المسج، تمام. خلينا نبعت معلش ميل تاني من هنا كل ده عشان بس الحته بتاعت ايه اللي هو يسند از الجروب، تمام. اجي هنا يلا خلصها نيو مسج وابعت له اي تي خلص. طيب خلينا الحته بتاعت البوستنج عمال ايه لسه الحته بتاعت البوستنج انا بلف عشان هي بوست اس دي، تمام. يوزر كان بوست توبكس اند ابلايز فروم ذا جروب ايميل ادرس، يعني لما الراجل يجي يبعت يقدر ايه له الابيليتي ان هو يبعت كانه هو الجروب. يعني نجي هنا اقول له نيو مسج، خليني من هنا عشان سريعا يعني كومبوز ات نيو دي مثلا هتقوم واصله لمين؟ هتوصل لي ده لاحمد. بنرميها في الاي تي وصل تاني، تمام نيو. طيب لو انا جيت هنا قلت له ريبلاي هرد على مين؟ على اللي باعت المسج دي اللي هو ايه اكس، اقول له مثلا هاي، هتقوم رايح له رايح الاكس ده اكس 1 المفروض هتجيله دلوقتي مسج بالرد اللي هو هاي اهو، تمام. هاي دي مبعوثه من مين؟ من احمد رزق. انا بقى عايز لما يجي يعمل ريبلاي يقدر يكون عنده الابيليتي ان احمد يكون عنده الابيليتي ان هو لما يجي ريبلاي كده يقول له انا ايه فروم كذا فروم الجروب. فانا هاجي هنا اقول له في البوستنج بيرميشنز بوست از الاونر يقدر يبوست از الجروب كان هو كان دي مبعوثه من الاي تي جروب كلها، اقول له سيف. انا هاجي هنا اقوم بعت لمين؟ الاي تي من بره خالص اونر مثلا اونر سيف ات سيف ات، تمام. حلو، هاجي نقول له ايه سند
الاي تي. الاونر بتاع مين؟ احمد. هو جاي عند احمد هنا، استنى المسج اللي جاي من الهوت ميل اهي، عشان اقول له ريبلاي. انا عايز اعمل ايه؟ ريبلاي على الريبلاي على الراجل ده، ريبلاي تو فلان. اجي هنا، ممكن اجي هنا ازاي تبقى واضحة اكتر في ال، لو في اسمه ايه ده اوتلوك يعني الريسيبينس، اضيف الحتة بتاعت فروم فوتو مش عارف ايه. طيب انا بس عملت كونفيجريشن للاوتلوك سريعا كده عشان نتست الحتة بتاعت بوست از الجروب دي، مش مرة اخيرة. انا بعت مسج الاي تي، تمام اي تي اهو لاست، عشان نقول دي اخر مره يعني واحنا جامدين وكده. اي تي فالمفروض توصل لمين؟ ده اي اكس 1. انا قايل له هنا مين اللي يقدر يبص از الجروب، يعني يبعت ميل كان هو الجروب الممبر الاونرز. تمام انا عندي هنا هتوصل لمين؟ ل اي اكس 1. اي اكس 1 ده مش اونر، مسج لسه ما وصلتش، وصلت اهي. تمام طبعا ده لو جاي يعمل ريبلاي على المسج دي مش هيقدر ريبلاي، كان هو يعمل ريبلاي كده. قلت له مثلا فروم اي تي، تبعت للراجل ده سن. لو انا جيت هنا عند هوت ميل، ام سوري انا كنت معلش نسيت اعمل سيف، يعني كده تعلم على كل الممبرز سيف، ام سوري دي غلطه مقطعي من عندي. لو جيت هنا تاني ريبلاي على ده، اقول له ريبلاي فروم اي تي، اقول له سند. المفروض ان اجي هنا ما لهوش بعت للريل ده، كده لسه ما سمعتش، لسه دي ان هو بوست ان هو الاونرز بس، دي لسه ما سمعتش لان الريل ده مش اونر، ده مش اونر. وانا جيت انا اتاكد بس جروبس اكس 1 ده مش اونر اي تي، هو الاونر واحد بس اللي هو احمد ده بس، دي بس ايه ده لسه ما سمعتش الحته بتاعت الاونرز دي. تمام انه يعني لما حد يجي يعمل ريبلاي ويكتب في الفروم اي تي برضه بوصل اسمه، يعني بوصل اسمه ايه اي اكس 1 @mr.tk، مع ان هو لما جاي يبعت بعت عمل هنا كده. خلينا نقفلها ونفتحها تاني، يلا يلا ده اكس 1 بس انا مسميه كده يعني. لما جاي يرد على الراجل ده، الراجل ده قال له ريبلاي كده مثلا، ريبلاي ظهرت الحته بتاعتي كانت لي مش عارف ايه، مش شكرا. ظهر ان هو وقت من مين؟ ex1@mrrizk.tk. تمام التعديل انا عملته هنا بس هو لسه لسه ما سمعش، لو بوست از لسه ما سمعتش. حلو كده. طيب حتى لو بعت ان هو من جروب اللي اسمها اي تي، توصل برضو باسم اليوزر اللي بعت. طيب مودريشن بيرميشنز احنا اتكلمنا عنها، بتاع المودريشن اكسس بيرميشنز، مين اللي يقدر يكونتاكت الاونرز والمانجرز بتوع الجروب
كل الناس اللي في الممبر في الممبرز في الجروب، بنقدر يفيو الممبرز، كل الممبرز يقدروا يشوفوا الممبرز اللي في الجروب دي. يعني لو جيت عند اكس 1 ده مثلا، قمت جاي هنا ده اكس 1، قمت جاي هنا في جروبس جوجل دوت كوم، قمت جاي هنا براوز اول، يلا يلا قلت مثلا على اي تي، الراجل ده ممبر في اي تي، لو جيت هنا في ممبرز المفروض هو يجيب لي الممبرز بتوعه. تمام، اي حد يقدر يشوف الممبرز بتوعي بتوع الجروب دي، وده اللي معمول هنا. تمام، فيو ايميل ادرس، اي حد يقدر يفيو الايميل ادرس بتاع ال بتاع الجروب دي. تمام، طيب رولز، الرولز انا ممكن اضيف حد از اونر، لو عملت كليك عليه اضيف فلان از اونر، مش احمد بس اللي هو اونر. لو رجعت رولز تاني اضيف مانجر، وممكن اضيف ممبر من هنا كمان. حلو كده. الانفورميشن دي حاجات كلها كاستمايز، انت بتكتبها، اسم الجروب، الديسكريبشن اللي انت ممكن تقلاه، الحته بتاعت حد يبعت عموما، يعني ممكن تلغيها خالص من هنا. ممكن هنا تاني في الدايركتري، جروب دايركتري، ليستنج الجروب في الدايركتري، يعني المفروض يعني ان هو لما يجي هنا ويعمل كومبوز يكتب اي تي يديتكت على طول. دي احنا اول مره جينا بعد خالص، مش انا بعت لها قبل كده، بس اول مره حتى الممبرز اول مره جيت ابعت لها خالص عمل ديتكت ان في ايميل ادرس اسمه اي تي. تمام، فدي باي ديفولت ايه معمول، ان اي حد في الاورجنايزيشن يقدر ايه يشوف ال اسم الجروب دي في الادرس بوك بتاعته. كونتنت كنترول، الاركايف اوبشنز دي بالكنترول لو جروب مسجز ار اركايف، ممكن اعمل اركايف للمسج دي، اركايف المسج بتاعت جروب، اركايف المسج، اركايف المسجز للجروب، مش محتاجه في حاجه، ازود المساحه. ويب فيو كاستمايزيشن، اعدل بس شكل enable grouping of emails اللي هي بتاعت الكونفرزيشن مود، يعني واضحه اكتر، واضحه اكتر في هوت ميل، يعني حاجه زي كده مثلا. قلت له مثلا فلتر صورت الحته بتاعت ايه، كان في حاجه كده انت بتعملها بتخلي الحاجات اللي ظاهره قدامك كانها كونفرزيشن واحد بيرد على واحد، يعني كده مثلا لو جيت تفتح دي اهو كده. تمام، لو جيت مثلا حد رد على حد هنا تلاقي مثلا مين، اي حد بعت حد ورد عليه، تفتح دي مثلا كده كده، المهم يعني شكلها بعمل كده، شكل كان كونفرزيشن واحد بيرد على واحد. تمام، ممكن تشيلها بس كده شكلها الطف يعني. ادفانسد اديليت الجروب ده بيرمننت، بيشيل كل حاجة. ريسيت جروب، ممكن هنا ايه سيلكت جروب تايب، مش هتفيدنا بحاجة يعني. تقريبا دي كل الحاجات المهمة في القصة بتاعت الجروب، جروب سيتنس يعني. لو رجعت تاني المنظر ده، انا ممكن هنا زي ما شفنا اضيف اضيف ممبر من هنا، او ابلود من هنا، هي نزل سي اس في زي احنا كنا عملناها احنا كاريت يوزرز قريب منه كده، اعمل لهم ابلود. تمام، حاجه ثانيه ممكن هي هو داونلود الممبرز، هي اعمل له داونلود في ليست كده لو انا عايز اتشيك اي حاجه فيهم. مانج كولومز اللي بتظهر هنا، ممكن اقول له اضيف لي كمان كولوم، ما فيش كولومز كمان، هم بس الحاجات الاساسيه دي، اسم الممبر والايميل والرول بتاعته، واجيب هنا ممكن ريموف اللي انا عايزه. تمام، ده طبعا نوع الجروب الاساسي اللي هو الاكسس تايب بتاعها يعني كان عامل ازاي. يعني تقريبا كل الحاجات اللي في الجروب، خلينا نراجع كده سريعا لو نسينا حاجه. مش بص الجروب انفورميشن دي يعني الحاجات البسيطه، يعني اسم الجروب، ديسكريبشن بتاعها، لو انت عايز تضيف الياس للجروب دي يعني ايميل تاني
الجروب دي يعني از ان اليس زي ما عملنا لاحمد وحماده قبل كده. لو رجعت تاني الممبرز بتوعك اهم، الحته بتاعت الاكسس تايب اللي هي كاستم اهي، ممكن نغيرها من هنا. الحته اللي احنا هنلعب معاها كتير ادفانسد سيتنس. تمام، انا اعتذر كنت طولت في هذا الفيديو يعني، بس اسال الله تبارك وتعالى ان الناس تستفيد من الكورس ده وتابعه ان شاء الله، وده لسه في حاجات تانية مشيت الرحمن. اشكركم شكرا جزيلا، اسالكم ده اظهر الغيب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.